قالت وزارة الخارجية إن القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة التي أوفدتها إلى مكة والمشاعر المقدسة تواصل التنسيق مع السلطات السعودية وبعثت الحج الرسمية المصرية للوقوف على أوضاع كافة المواطنين المصريين الموجودين لأداء مناسك الحج. وذكرت الخارجية أن فرق العمل القنصلية تقوم بإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين الموجودين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية، ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلا عن تخصيص بعثة قنصلية توجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومجمع المعيصم الطبية. وأكدت وزارة الخارجية استمرارها في بذل كافة الجهود بالتنسيق مع السلطات السعودية من أجل ضمان الوصول إلى المواطنين المصريين المفقودين في أسرع وقت ممكن، وتأمين عودة كافة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن.